بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل الخير. السادة الحضور، نرحب بكم جميعا وهذه الكوكبة من قيادات الدولة وعلى رأسها معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار. في الحقيقة هذا مشروع من المشروعات الكبيرة التي تم بدء العمل عليها منذ أكثر من عام. الآن هذا ليس مجرد وضع الحجر الأساس وليس هي البداية. البداية بدأت بالإجراءات واللجان الفنية والهندسية والطبية لوضع تصور، ثم الانتهاء من الرسومات الإنشائية والتشطيبات والإلكتروميكانيكال. الرسومات دي كلها بتاخد وقت طويل جدا وعملية اعتمادتها، وبدأ الحفر، وطبعا حصلنا على الترخيصات اللازمة في هذا الأمر. يعني تبقى في مجموعة من الإجراءات المهمة جدا اللي لازم تتعمل قبل عمل أي مشروع. في الحقيقة قطاع الطبي في جامعة القاهرة قطاع محل عناية دائمة عبر التاريخ وعبر الأجيال، لكن من الملاحظ أن في خلال السنوات الماضية حدث وضع هذا القطاع على رأس أولويات الجامعة ووزارة التعليم العالي والمحافظة، وتم قطع شوطا كبيرا في عملية التطوير. يعني أستطيع أن أقول لكم أن حجم ما أنفق في 4 سنوات فقط على تطوير مستشفيات القصر العيني فقط 1.3 مليار، لأن إحنا عندنا مستشفيات أخرى غير القصر العيني. عندنا معهد الأورام القومي القديم، لعلكم تلاحظون حجم التطوير اللي حدث فيه. يعني للأسف البعض لديه ذاكرة قصيرة، لكن ارجع بذاكرتك وتذكر معهد القوم الأورام من سنوات وانظر إليه الآن. قبل حادث الانفجار وسنة 18 احنا بدأنا في زيادة الطاقة الاستيعابية لمعهد القوم الأورام القديم ب50%. كان في مبنى عملاق كبير، المبنى ده كان هيكل خرساني وكان مطروق بقاله سنوات طويلة. فاحنا عملنا كل الإجراءات اللازمة واللجان الهندسية عشان نتأكد من صلاحيته، وتم إسناده لإحدى الجهات المهمة جدا، والمبنى انتهى. ومعالي الوزير شرفنا بتفقد المبنى، بيزيد حجم الطاقة الاستيعابية 50%. حجم الإنفاق عليه بالتجهيزات المبنى الجنوبي بالإضافة لتجهيزات القديمة اللي حصلت معالي الوزير بعد حادث الانفجار اللي حصل قدام المعهد تصل إلى حوالي 700 مليون جنيه، مبالغ ما كناش بنسمع عليها قبل كده في تاريخ الدولة المصرية، ما كناش بنسمع عنها. ده في المعهد القومي للأورام القديم بس. مستشفى 500 ده مستشفى، ده المعهد القومي للأورام الجديد التابع لجامعة القاهرة. منذ أن استردته جامعة القاهرة في نهاية سنة 19، لعلكم تلاحظون حجم التطور الهائل في أعمال 500، حجم كبير جدا وبرز للعيان. والآن تقوم عليه إحدى الجهات المهمة بمعدلات إنجاز عالية، بتصل التكلفة إلى حوالي 4.5 مليار بالتجهيزات الطبية. 4.5 مليار، مبالغ كنا بنسمع على المبالغ دي قبل كده في عصور الدولة المصرية أو المملكة المصرية، مبالغ ضخمة، حجم نهضة رهيب جدا في مصر بينعكس على جامعة القاهرة. أيضا مستشفى السادي، سيد الرئيس سيادة وزير التعليم العالي قال يعني سيادة الرئيس يعني كان يمر من هناك لا يرى شيئا إلا ويوجه سيادته بتطويره ورفع كفاءته. الآن حجم أعمال في مستشفى أورام السادي في التجمع الخامس بحوالي 170 مليون جنيه. وخلاص قربنا نخلص دكتور خالد. أيضا عندنا مستشفى ثابت بتصل تكلفة استكمالها الأكثر من 800 مليون جنيه من موازنة الدولة. احنا في القصر العيني، هل يا دكتور هالة اللي حصل في الاستقبال والطوارئ ده رفع كفاءة؟ ده تطوير؟ لا، يعني كلمة رفع كفاءة وتطوير دي كلمة مش كفاية. دي كانت الاستقبال والطوارئ كانت على 700 متر بقت على 7000 متر وفق كود المستشفيات العالمي. مستشفى بتصل تكلفتها بالأجهزة حوالي 400 مليون تقريبا بالاجهزه بالمستلزمات بكله. رفع كفاءه مستشفى الباطنه، ودخلت كورونا معالي الوزير
وسيادة المحافظ لما طلب ان ندخل ندخل اعداد من كورونا دخلنا على طول البطن ودخلنا ما كانش الفرنساوي بس، لان الفرنساوي ده مش مستشفى، الفرنساوي ده كام سرير يا دكتور عمرو؟ 800 كام؟ 950 يعني معالي وزير الصحه احنا عندنا 6 مستشفيات في الفرنساوي بس، يعني قول لي الرقم تاني مش سامع. 950 سرير، انتوا متخيلين يا جماعه؟ ده عدد المستشفيات المستشفى ممكن تبقى 60 سرير، فالقصر العيني ده دوله يعني، وان شاء الله باذن الله يشهد نهضه وطفره كبيره في المستقبل. حجم التطوير اللي حدث في مستشفيات ابو الريش الياباني والمنيره، حجم اعمال كبير جدا، حوالي اكثر من 10 وحدات جامده تم تطويرها. العيادات الخارجيه في مشروع الجايكا الياباني بتخلص دلوقتي. حجم اعمال في الحقيقه كبير جدا في المستشفيات، وانا وطبعا في معلومات كتير ممكن نتكلم بيها. هنوصل بقى للمجمع الطبي. المجمع الطبي حجم التكلفه بتاعته بدون الاجهزه بتصل الى 3 مليار و400 مليون. العمل بدا على الارض بعد كل الاجراءات اللي تم اتخاذها وفق كود المستشفيات العالمي. وبالمناسبه دي انا بحيي قطاع طب الاطفال في القصر العيني، ولان احنا بنشهد طفره جميله ومهمه في هذا المجال. المجمع زي ما انتم شايفين في حوالي 4 مباني رئيسيه زائد 2 مباني خدمات، ده مش مجرد مبنى وبنعمل مستشفى، وايضا في مركز ابحاث وتدريب وفي سكن تمريض وفي معهد للتمريض وفي نظام فندقه يناسب كل المستويات، يعني حتى لا يتعرض القادمين باطفالهم من اماكن بعيده لاي نوع من عدم الاستقرار. في هذا المجمع عندنا حوالي 10 معالم، حوالي 10 رعايات مركزه، مناطق الخدمات المسانده، الحدائق، اتصال الاقسام ببعضها البعض، حتى نتلافى اي اوجه قصور كانت موجوده في مستشفيات ابو الريش القديمه، وحتى لا يحدث اي تكدس. البيانات كلها طرفكم الخاصه بالمجمع. فانا عايز اقول ان القطاع الطبي بياتي في اطار اهتمامات القياده السياسيه برفع كل مستوى الخدمات في مصر، التعليم، الصحه، التضامن الاجتماعي، الزراعه، الصناعه. فجامعه القاهره جزء من الجمهوريه الجديده التي تسعى الى في هذا الاطار. العمل في جامعه القاهره ليس فقط على المباني وليس فقط على الجسد البشري اللي هو سر المعجزه الالهيه، ولكن ايضا على العقل وعلى الروح من خلال مشروع تطوير العقل المصري وتطوير الوعي. واحنا تشرفنا في عرض السيد الوزير امام السيد رئيس الجمهوريه في البرزنتيشن وفي الفيلم ببيان مشروعات تطوير الوعي الموجوده في جامعه القاهره، علاوه على مشروع تأسيس خطاب ديني جديد كجزء من عملية إعادة بناء الإنسان. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.